عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة الخامسة من كيف أكسب أكثر من $1000 شهريا من اليوتيوب بدون معرفة مسبقة ببرامج تصميم الفيديو. تكلمنا الحلقة السابقة على إزاي تعمل فيلم فيديو قابل للربح. أتمنى أن أنتوا اشتغلتوا وبدأتوا تطبقوا وتنزلوا فيديوهات. النهاردة هناخد حاجة جديدة جدا، قد تكون للبعض ممكن يقول دي مش مهمة او انا عارفها مش محتاج حد يعرفاني، بس احنا لازم نأكد عليها تاني لسبب وحيد. احنا قلنا ان عدد المشتركين على الانترنت عدد كبير جدا، واللي بيدخلوا كل يوم عدد اكبر بكتير جدا، وفرصة ان الشخص يقدر يشاهد الفيلم او ملف الفيديو بتاعك قد يكون ضعيف جدا. ازاي احنا نخليه يبحث عنك ويجدك؟ ازاي يبحث عن الفيديو بتاعنا ويلاقينا؟ قبل ما اقولك ازاي يلاقينا، ازاي اعمل بحث الاول؟ لما نعرف ازاي اعمل عملية بحث متقدم، اكيد هعرف اعمل الفيديو بطريقة تخلي الشخص اللي يجي يدور عليا يلاقينا. كمثال، لو احنا عملنا مثلا بحث على كلمة مثلا فلاور زي ما احنا خدنا المرة اللي فاتت، لاحظ ظهر اسماء كتير قوي، بس احنا هناخد مثلا هنعمل سيرش. لاحظ اول ما عملت سيرش داني 12 مليون نتيجة، 12 مليون نتيجة. حضراتكم متخيلين حجم ان انا لو عايز اعمل، انا عملنا المرة اللي فاتت فيديو عن الفلاور الزهور، تخيل ان انا دلوقتي عشان اعمل اخلي حد عندي فرصة واحد الى 12 مليون ان واحد يحصل الفيديو بتاعي. طيب، في عندي حاجة في عملية البحث اسمها فلترز، بحث متقدم. اول حاجة في عندي ابلود ديت. ايه ابلود ديت؟ هو تاريخ رفع الملف. يعني لو انا مثلا دلوقتي بدور على ملف فيديو معين وكان تاريخ انتاجه كان النهاردة مثلا، يبقى لازم هضغط على today. لاحظ قلل النسبة من 12 مليون ل 71,800. لاحظ الفرق كبير ازاي، مجرد ما انا عملت فلتر لنوع واحد فقط او لحاجة واحدة فقط. طيب كذلك طبعا لو احنا اخترنا this week او هذا الشهر او في السنة الحالية او حتى في اخر ساعة. طيب عندي حاجة اسمها تايب. ايه تايب؟ لو كان فيديو عادي زي احنا ما بنعمل كده، او تشانل لو بتبحث عن قناة اسمها فلاور، واضح ان هنا ما فيش قناة اسمها فلاور، او بلاي ليست بدور على بلاي ليست مش بدور على ملف كامل، او موفي اسم فيلم، او عرض لو في عرض مسرحي شغال في السينمات او في اي حاجة بيظهر على ان اسمه شو. طبعا مش ظاهر هنا غير فلاور. طيب في عندي حاجة كمان اسمها duration. duration هو المدة بتاعته قصيرة ولا طويلة. اذا انا قلت دلوقتي اقل من 4 دقايق، لاحظ هيعمل ايه، قلل لي كمان الى 30,900. شوف كل مرة بقلل كل مرة هيزيد معايا، هيقل معايا العدد. كذلك في عندي هنا خصائص نوع الفيديو نفسه 4K، ودي طبعا احدث تقنية موجودة دلوقتي لرفع ملفات الفيديو، او ال HD او Subtitle يعني في ترجمة، او Creative Commons واحنا اتكلمنا عليها في الحلقة الثالثة قبل كده، وال 3D في بعض الفيديوهات بتنزل على اليوتيوب 3D فيديوهات كتير جدا، لايف لو في حاجة بس مباشر او كده، بروتشيزد في بعض القنوات مثلا بتنزل الفيديوهات بتاعتها مقابل ان انت تدفع فلوس عشان تتفرج عليها. كذلك 360 اللي هي الفيو اللي بيبقى ده على شكل 360 درجة. طيب لاحظ لو انا اخترت مثلا HD كمان، لاحظ قلل النسبة الى 23,000، قلل النسبة الى 23,000. طيب لو انا عملت فلتر اخير، لاحظ sort by relevance upload date اخر تحديث ولا بعدد المشاهدات ولا بالريت بتاعها،
لو انا اخترت بالابلود ديت مثلا، لاحظ هيقل عندي العدد برضو، ما قلش كتير، بس يعني تخيل ان انت بعد ما عملنا كل عمليات البحث دي برضو في عندك فرصة 1 إلى 23,100 ان شخص يحصل الفيديو بتاعك. طيب ايه اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله من عملية البحث دي؟ اولا لما انا دلوقتي عرفت مدى صعوبة ان الشخص يوصل للفيديو بتاعي، وانا شخص لسه اول مرة اعمل قناة فيديو، اول مرة انزل فيديوهات، ما عنديش يعني خبرة بمجال الفيديوهات، حبيت اوريك بس مدى الصعوبة عشان لما اشرح ازاي تعمل عملية تخلي الشخص يبحث عنك ما تقولش لا انا مش هقدر او مش هكسل او مش هعمل. لا، لازم تجتهد وتعمل اللي احنا هنعمله ان شاء الله في الحلقات القادمة. اتمنى تكونوا استفدتم من الجزء بتاع البحث المتقدم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في الحلقة القادمة. شكرا.